السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد المهدي المحتسب من فريق يو جي أونلاين كورسز، وأنا معكم بمادة الفيزياء 101. طيب، خلصنا بالمرة الماضية الفيديوهين، هذا الفيديو الثالث إن شاء الله. خلصنا عن الكومبوننت فيكتور، اليونت فيكتور والكومبوننتس اوف فيكتور، اللي هو التحليل، واخذنا الكوردينيت سيستم اللي هو نظام الاحداثيات، واخذنا الفرق بين الفيكتور والسكالر، واخذنا اخر اشي اللي هو اليونت فيكتور والكومبوننتس اوف فيكتورز، واخذنا الفرق كيف نطلع الماجنتيود، كيف نطلع الريزلتات، كيف نطلع هذول كلها. اليوم بدنا نبلش في موضوع بصراحة يعني شوي أحلى، في ناس بيحكوا صعب من أول مرة، راح يكون صعب بس أنا راح أعطيك إياه في طريقة كثير سهلة. أول إشي أخذناه هذا بالصفوف الماضية، اسمه في المدرسة يعني اسمه ضرب التقاطع، اللي هو اسمه كروس برودكت. طيب، ايش هو الضرب التقاطعي؟ بحكي لك هون لما يكون عندنا قيمة متجهة وفي عندنا قيمة متجهة، بدنا نضربهم ضرب، في عندنا قيم لازم نضربها ضرب تقاطعي، هذا اسمه الضرب بهذا النوع اسمه الضرب التقاطعي اللي هو الكروس برودكت. احنا شفنا هيك صيغته هيك بتكون كاملة، فاحنا هسا بدنا ناخذ تحليلاته. اول اشي ايش قانونه العام؟ بحكي لك اذا اعطاك كروس برودكت معناها الاول بالثاني، هون في الكروس بتصير هون عندنا ساين ثيتا. طيب، بدنا نفسر A اللي هي magnitude of vector اللي هو بدنا نطلع الماجنتيود تبعها، تمام، وال B نفس الحالة اللي هي الماجنتيود تبع B. ثيتا هي هذا ال A و B، ثيتا ايش هي؟ هي الزاوية اللي بين المحصورة بين A و B، يعني هاي A وهاي B، هاي A وهاي B، الزاوية المحصورة اللي بينهم هاي هي ثيتا. تمام تمام، يعني هبنا نميز هاي ال A، حكيناها هي لازم تكون الماجنتيود، لأن احنا بدنا اياها قيمة، بدنا اياها متجه، احنا بدنا نحل معادلة، وهي هاي ال B، والثيتا اللي هي هاي الزاوية اللي بينهم المحصورة بين A و B. طيب، يعني شو بدنا نسوي فيهم؟ نحكي لك سهل، في عنا خصائص بدنا ناخذها عنها. أول إشي لما يحكي لك A ضرب B، الناتج اللي بينتج عنها، الناتج اللي بينتج عنها كمية متجهة، كيف؟ يعني بده يطلع R متجه إذا ضربناها ضرب متجهين في بعض. إذا كمان شغلة تانية، إذا كمية متجهة يعني إذا ضربناها A ضرب B، هي هذا أول نقطة، إنه كمية متجهة، هاي أول شيء. ثاني إشي بيحكي لك ليس تبادلي، الضرب ليس تبادلي لأنه كمية متجهة بيطلع، فإحنا بنحكي له A ضرب B لا يساوي B ضرب A، وإنما يساوي
سالب ب ضرب A. طيب انتوا راح تحكوا لي ليش، وانا بدي اعطيكم السبب وانتوا مش مطالبين فيه. هون الزاوية عشان لما تصير، اذا كان مثلا في عنا متجهين، نحكي هي هون في متجه في اللون الاسود، هي عندنا هون اسود متجه، هون عندنا متجه. لو حكينا هي A B الزاوية اللي بينهم، بس لما يحكي لك B A هاي هي الزاوية، تمام؟ وليش سالب بتتحول سالب؟ لأنه الساين، والساين في الربع الثالث في الربع الرابع راح يكون سالب بس. فهي هي، لأنه هي الزاوية بتصير كبيرة، ويعني بتكون تقريبا 200 و يعني فوق ال 270، لأنه في الربع الرابع وبس. هون هذول المعلومات. في كمان معلومة لازم أعطيك إياها، إنه الزاوية هي هيك. ثالث معلومة إنه ثيتا بين الذيلين، كيف يعني؟ هي هون وهون بين الذيلين تبعهم، الثيتا تكون بين الذيلين. بدنا نميز بشغلة واحدة. هسه هذا احنا اخذناه انه A cross B كمتجهات vectors يساوي AB sin ثيتا، تمام؟ هاي هي المعادلة إذا كان عندنا أرقام، يعني عندنا A كقيمة، B كقيمة الماجنتيود ماجنتيود، والثيتا. طيب احنا في عندنا ضرب ثاني، يعني في عندنا هاي القيمة تساوي هاي القيمة، يعني في عندنا احتمال بدنا نسوي معادلتين، يا بنستخدم هاي يا بنستخدم هاي، وهي تساوي بيناتهم، فهي نفسها. إذا أعطانا A B ساين ثيتا، اذا بدنا نطبق هاي، احنا لازم يكون عندنا، لازم يكون عندنا مقدار A ومقدار B والزاوية اللي بينهم، تمام؟ طب لو اعطانا A كمتجه و B كمتجه، شو بنسوي بهاي الحالة؟ نحكي له سهل، انا بدي اعطيك الحل. نحكي له A، لو اعطانا اياها I زائد J، و بي اعطانا اياها يساوي اي زائد جي. طه يعني اعطانا اياهم متجهين متجهين. ممكن نطلع هذول نجيبهم هون، بس ما راح نعرف نطلع منها الزاوية، يعني انه نقدر هذول نحولها لهاي نقدر، بس الزاوية راح تظل مش معلومة. فبيحكي لك هون في طريقة لازم نعطيك اياها، اللي هي ضرب التقاطع. خلي الورقة هون عشان هبني نرجع لها. بيحكي لك في الضرب، لما بدك تضرب، لما بدك تضرب متجهين اللي هو الكروس برودكت، بدنا اياهم. اول اشي حكينا انه احنا الناتج بتكون كمية متجهة، يعني احنا الناتج اللي راح يطلع معنا اللي هو ال R لازم يكون باتجاه I J K. فهمتوا علي؟ يعني الناتج لازم يطلع هيك، لازم يطلع كمية متجهة، والكمية المتجهة اللي هي هيك بهذا الشكل. طيب عندنا حكينا ال A يساوي I زائد J و B يساوي I زائد J. حكى لك انه R يساوي B او A ضرب B.
طيب بيحكي لك بدي اضرب لي اياهم الكروس برودكت. نحكي له تمام، احنا عندنا هون في طريقة وهاي انتو كلكم راح تستفيدوا منها. اول اشي بيحكي لك ناخد طريقة، اذا ضربنا متشابه فالناتج صفر، تمام؟ يعني اذا ضربنا اي ضرب اي هون بيعطينا الناتج صفر، جي ضرب جي يساوي صفر. فانت اكيد انتبهت انه لازم نضرب اي الاي بإشي ثاني والجي بإشي ثاني. طب يعني ملاحظتك بصراحة سريعة صحيحة. في عندنا شغلة الرسمة هاي، هاي الرسمة ثلاثية الأبعاد. خذنا إحنا المركبات اللي هو هاي هون إكس وهاي واي وهاي هذا زد اللي هو الطالع من هون من ورا. طيب بيحكي لك إذا ضربنا هون هاي هاي، هون في عنا الآي وهون في عنا الكي للجي هون في عنا اللي هو الكي. بيحكي لك إذا ضربنا نمشي عكس عقارب الساعة، إذا ضربنا اي ضرب جي بده يعطينا كي، وإذا ضربنا جي ضرب كي بده يعطينا الثالث اللي هو اي، وإذا ضربنا جي ضرب كي شو بيعطينا؟ اللي إذا ضربنا كي في اي شو بيعطينا؟ اللي هو الثالث اللي هو الجي. هاي الرسم. يعني إذا ضربنا هون اي، إذا ضربنا اي ضرب جي نمشي هيك فالناتج راح يعطينا كي، وإذا ضربنا اي ضرب جي برضو راح يعطينا الاي ضرب جي راح يعطينا كي. بس بيحكي لك إذا مشينا عكس الاتجاه، يعني إذا ضربنا مع عقارب الساعة، إذا ضربنا اي ضرب جي بيعطينا سالب جي، وإذا أعطانا الكي ضرب جي نحكي له هاي سالب اي، وإذا أعطانا إذا ضربنا الجي ضرب اي بيعطينا هون سالب كي. طيب الموضوع ملخبط مش فاهمين، بحكي لكم هاي القاعدة العامة الأساسية تبعت الكروس برودكت، بس في طريقة ثانية اللي هي أسهل. إيش هي؟ أنا بدي أعطيك إياها. اللي هي الأسهل واللي راح نشتغل عليه إن شاء الله في المستقبل. بيحكي لك A كروس B يساوي، طبعا هون ال A وال B قال I J K I J K I J K، نحط هيك عندنا هون I وعندنا هون J وعندنا هون K، فبكون هون عندنا A X A Y A Z، وهون عندنا bx by bz. طيب القاعدة بتحكي تروح تسوي هيك يساوي، في عندنا قوس 2 3، كون عندنا 3 أقواس، وبكون عندنا ناقص 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 وي، بكون هسه بدنا نبلش الحركة. أول إشي بنجيب القلم أو نجيب إصبعنا بنسكر أول إشي على الآي،
هذا ضرب المصفوفات إذا كنتوا بتتذكروا كيف، بس أنا أعطيكم إياه في الطريقة هسه. بنروح أول إشي مسكرنا على الآي، بنروح نضرب الآي ال اي واي في بي زد، بعدين نضرب بي واي في اي زد، يعني راح تكون الحركة تبعتنا واحد، هي هذا واحد، من هون لهون هي هاي اثنين. يعني ايش اللي بدنا نكتبه؟ نكتب اي واي في بي زد، بعدين بي واي في اي زد، تمام. احنا سكرنا على ايش؟ على الاي، فبنعطيه هون اي. طيب بعدين على القوس الثاني نيجي هون نكتب ناقص، اي هذا ناقص القوس الثاني، القوس الثاني نيجي بنسكر على الجي، برضو بنسوي نفس الحركة اي بي بي اي، هيك هيك. عشان بدي اعطيكم كيف الحركة بتكون، بتكون اول حركة هيك، بعدين ثاني حركة بتكون هيك، تمام. او اذا بدكم اياها اسهل هي راح تكون بشكل حرف اللام، هذا اول نقطة وهاد ثاني نقطة، ثاني حركة، هي هذا اثنين وهي واحد. طيب يعني نجي على الحركة هي واحد وهي اثنين، نجي على الحركة واحد فبيعطينا اي زد اي اي اكس في بي زد، في بي اكس في اي في اي زد. سكرنا احنا على الجي فبنعطيه جي. طيب بعدين بنيجي خلصنا بنحط هون، مش هاي سالب، اعطيها هون موجب، نعاكس، بنغطي على الثالث، برضو نعطي الحركتين واحد اثنين، واحد اي اكس بي واي، اثنين بي اكس اي واي. احنا سكرنا على الكي فمنروح بنعطيه هون كي. طيب بدنا نعيد كمان مرة عشان ما تتلخبط، اجينا هون سكرنا على الاي، سوينا حركتين واحد اثنين، واحد اثنين اي واي بي زد، هيها بي واي اي زد، بي واي اي زد، هي اجينا اعطيناه سكرنا على الاي فاعطيناه اي، بعدين بنحط سالب، سكرنا على الجي بيحكي لك واحد اثنين، واحد اثنين هي واحد، اي اكس بي زد، اي اكس بي زد، بي اكس اي زد، بي اكس اي زد. سكرنا على الجي اعطيناه جي، نروح على الثالث، القوس الثالث بنحط جنبي زائد عكس الإشارة، بكون عندنا واحد اثنين هي واحد اي زد بي واي، اي زد بي واي، اثنين بي اكس اي واي، بي اكس اي واي. سكرنا على الكي اعطيناه كي. طيب بدنا ننتبه على الشغلة، احنا اخذنا انه الكروس برودكت بيعطينا كمية متجهة واتفقنا عليها. طيب وهذا أكبر دليل، لأنه هي أعطانا R راح يعطينا عدد، هاي راح تطلع لأنه هاي عدد، هذا عدد وهذا عدد وهذا عدد وهذا عدد، فأنت بتضرب أعداد مع بعض فراح يعطيك هون عدد وبتعطيه إشارة اي، بعدين زائد عدد وبتعطيه إشارة الجي، بعدين عدد وبتعطيه إشارة الكي. يعني راح يطلع هذا الناتج، راح يطلع هذا كمية متجهة، يعني متجه راح يطلع معانا اي جي كي على صيغة اي 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 جي كي. طيب بدنا نحكي عن معلومة ثانية، الانتباه جدا 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 على الإشارات.
ليش يا سيدي الإشارات؟ ركز معي. أول إشي إحنا هون عنا سالب سالب سالب، هذا لازم ننتبه له، إنه هون اللي جوا الأقواس سالب. ثاني إشي عنا هون سالب بعدين صارت موجب اللي هي برا الأقواس، لما حطينا القوس الأول سالب القوس الثاني زائد القوس الثالث. بعدين عندنا هون سكرنا على الاي اعطينا اي، سكرنا على الجي اعطينا جي، سكرنا على الكي اعطينا كي، وفي الترتيب يعني هو اي جي كي. والموضوع سهل، ما اعتقدش بده اي تعقيد. وهيك احنا بنكون خلصنا الكروس برودكت. ان شاء الله المرة الجاية بنشوفكم في الدوت برودكت، ويعطيكم ألف عافية. أنا راح أكون معكم للتنبيه عشان أذكركم، الدوسية اللي عمال بشرح منها اللينك تبعها راح يكون في الديسكريبشن عشان تنزلوها وتصيروا تتابعوا معنا، لأنه هي فيها هون بطريقة ملخصة جدا. هون أنا عمال بشرح شرح، لا هون في طريقة كثير مبسطة لأسهل، بس هون لازم تكون معك أنت المعلومة عشان تقدر تدرس عليها. هون يعني هون نفس الشرح اللي احنا بنحكيه، وهي نفس القوانين، بس هون أنا بدون شرح، هون أنا بشرح. فهي راح كثير تفيدكم، فيها كمية أمثلة كثيرة لازم تحلوها، وإحنا إن شاء الله راح نحاول نحل أكبر كمية من الأمثلة. وأنا إن شاء الله راح أكون معكم على الجروب الفيسبوك اليو جي كورسز، يو جي أونلاين كورسز. أي سؤال أي شيء بدكم إياه أنا جاهز. معكم عبد المهدي المحتسب، ويعطيكم ألف عافية.